السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وشكل جديد من أشكال الخدع البصرية. قبل أي حاجة هتكلم تاني عن موضوع الخطوط ده عشان لسه في ناس بتعلق عليها. الناس بتقول انت ليه بتخطط الجنب بعيد عن الكاميرا وقدام الكاميرا بتشتغل على طول. أنا ممكن دلوقتي ابتدي في الجنب تخطيط معاك من البداية خالص، بس أوعدك انت مش هتفهم أي حاجة، ولو اتفرجت على الفيديو 100,000 مرة مش هتفهم أي حاجة، لأن أنا مش بمسك التباشيرة وخطط الجنب على طول. أنا ممكن أخد وقت طويل عشان أعرف أوصل لطريقة سهلة أبسط لك بيها الشرح وأبسط لك بيها طريقة العمل. فأنا باخد وقت طويل بعيد عن الكاميرا أفكر واعمل واشطب واغير، يعني الموضوع كبير، مش ان انا بمسك التباشير وهشتغل على طول. تمام، انا عارف ان مش كل اللي هيفتح الفيديو